لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. لا يصلي يسوع من أجل العالم، هذا لا يعني أنه يرذل العالم، فما يهم يسوع هنا قبل كل شيء هو مصير تلاميذه. نحن هنا في وضع حدودي، يطلق فيه إنسان من الناس صلاته الأخيرة. لم نصل بعد إلى الصرخة الأخيرة، أنا عطشان، بل نحن أمام مقدمة تدخلنا في المجد. قال يسوع: أنا أتيت إليك لا نجرؤ أن نستمع إلى هذا الصوت الذي لم يتوجه الآن إلينا، بل إلى الآب الذي لم يواجهه بعد كما سيفعل بعد الموت والقيامة. هكذا لن يموت الذي صلب مع سيده قائما له وفيه ومعه، ليحمل فيه وإليه الكون عمارة حب مبنية على صخرة الإيمان بالتجسد الإلهي الراسخ على صخرة حب الآب للابن والابن لابنه الإنسان بالروح القدس. هذه حياة التبني الإلهي للابن المولود بالروح في الإنسانية، لتصير البشرية كلها بأجمعها خلية نحل تتوالد الألوهة بالأبوة الآبائية الروحية، ليصير كل نطق من أفواه خدام الإله معمودية إلهية للتنقية، فيتحول الباطل حقا ويجلس جميع المؤمنين على كرسي البنوة ليحكوا قصة الحب، حب خالق الكون المنظور وغير المنظور للإنسان.